مساكم الله بالخير والنور والسرور. كل شيء معتفس شوي من الأوقات. المهم إني مرة مشتهية كريم كراميل، صار لي كم يوم. فمن أتذكر إني بالصيف كنت سايبة حقة الرحالة أبو سلمان إماراتي، مسويها كان بالصيف. المهم إني طلعت مقاديرها وهو مسوي مقدار كبير مرة حق قالبين. أنا بسوي حق قالب واحد، بستخدم هذا القالب، قالب عادي يعني كذا كذا مشتهيتها. وكتب عليها كراميل الطيبين، فمرة خلاص سكت براسي أبي أذوق طعمها كيف تطلع. مقاديرها سهلة، حليب، صراحة ما عندي حليب فذوبت حليب وموية، حليب بودرة وش اسمه ذا جبن كاس وقشطة وكريم كراميل، وهو حاط السكر، حرق السكر. أنا لا بستخدم صراحة السكر حق الكراميل، ما راح أحرق سكر، خلاص فيه سكر الكراميل بستخدمه. يلا نشوف الطريقة. تقريبا احتجت 3 أظرف، حطيتها هنا في القالب، ممكن تدهنونها بالفرشة أو شيء. يلا الحين نبدأ نحضر المقادير. دائما البنات أحب أحط السوائل أول شيء، حطيت الحليب. المقادير بكتبها لكم، بنزل لكم مقادير بوسلمان نفسها، أصلا كبشرتها أنا من إكسبلور أو من شيء يعني. هنا ما حطيت القشطة. الحليب البودرة والقشطة، ضيفي عاد لا تفشلينا، يعني بقى شوي من وراء الكواليس. والجبن، جيب ملعقة. خلطنا الخليط، الآن راح أضيفه على في القدر ونحركه إلى أن بخليه يغلي غلوة. هو كان أبو سلمان مخليه يسخن، بس أنا لا بخليه يغلي له غلوة عشان وبس، خلاص يغلي غلوة بعدين أحطه على السكر. ما أحب أوقف تحريك بنات، لأنه عشان ما يحترق من القاع، عرفتوا؟ فالحد ما يسخن وتبدأ أقل الفقاعات تطلع، يكون مرة ساخن يعني، مو شرط يوصل درجة الغليان بس يكون ساخن جدا. الآن راح نصب الخليط اللي سويناه ساخن على هنا وندخله الثلاجة لين يبرد. طبعا إذا برد بقلبه وبزينه وبصوره أكيد على القد.